الحمد لله المنتخب المغربي عودنا على نتائج إيجابية ابتداء من كأس العالم النسخة الماضية، والحمد لله احنا ثقة كاملة في المنتخب المغربي اللي غادي إن شاء الله غادي يقدم المستحيل اليوم للفوز بهذه المباراة اللي هي مباراة مهمة إن شاء الله. وحنا عندنا مساندة من خوتنا لي زيفواريان اللي هما تما غادي يساندونا، وإن شاء الله يحققوا نتيجة إيجابية وندوزوا الكار فينال. ان شاء الله غادي تكون صعيبه، ان شاء الله 2-1 المغربي ان شاء الله، ونتلاقاو في الكاف فينال ان شاء الله. ونفاغاني ان شاء الله شوف لك شنو النظره ديالك على المباراه الخماسيه. حنا ان شاء الله تنحترموا لك لافريك دو سود، هما دابا دايريننا في كرشهم لان صحابو ليكيب اللي لعبات معاهم في لافريك دو سود ربحنا 2-1. سي با لا ميم ايكيب، حنا سيتامي مشينا لعبنا معاهم ضحكنا معاهم شي شويه، دابا دخلنا للمعقول، عندنا المرابط عندنا ليكيب اونتيير بريس كامله، دونك ان شاء الله اون فالي با تري فاسيلمون لو دو دون لو نيك باش يقولوا النصارى راه نحترموهم ما غاديش نصغرو بهم ولي ريسبكت سون بروبليم، مي اون فالي كاسي اون فالي با سون بروبليم ان شاء الله يربحوهم. نتيجة المقابلة إن شاء الله 2-0، واحد في ميتا والثاني في دوزيام ميتا. إن شاء الله. والله غنربحوا 2-0، لأن حنايا عندنا ليكسبيرونس ديال كوب دي موند، عندنا الجمهور المغربي كله هنايا، وعندنا الجمهور الإيفواري كله هنايا معانا. ودونك الحمد لله وحنا أدوميسيل، سان بيدرو من الأول وحنا لاعبين هنايا. الأفريقية الجنوبية يلاه جاو. ودونك الحمد لله غنربحوا 2-0. والفلاح تلعب ديالنا. فوالا، والفين لاعبين هنايا. الحمد لله الجمهور كله هنايا وحتى الفرقه ديالنا مزيانه لعبات مزيان من الاول حتى اليوم غتلعب مزيان ان شاء الله. المباراه غادي تكون شويه صعيبه ولكن الثقه اللي دايرين في المنتخب ومع المدرب ان شاء الله غادي نغلبوا، والنتيجه المتوقعه ليا انايا غادي تكون ان شاء الله 2-0. غير الاخوان خصنا ان شاء الله اون فا فير ليفور، وغادي ان شاء الله بحول الله ويكون انسجام ما بين الفريق، اون فا غاني ان شاء الله بحول الله. المنتخب ان شاء الله غادي يربح، انا كنتوقع 3-1 ان شاء الله المنتخب. شكون اللي غيماركي؟ هو بلا بورت اللي غيماركي، المهم انا التوقع 3-1. كتبان لي غتكون شويه صعيبه، غتكون شويه صعيبه، مي ان شاء الله الدراري حنا تايقين فيهم، تايقين في المدرب، واملنا في الله كبير ان شاء الله غادي يدوزوا ان شاء الله، غيفرحونا ان شاء الله، غنوصلوا حتى للفينال ان شاء الله. شكرا.